نعم، ماذا تلاحظ في السورة؟ ألاحظ في السورة مقام الشهيد، مقام الشهيد، نعم، يقع في جزائر العاصمة. إذن يقع في الجزائر العاصمة، ماذا قلنا عنه؟ أنه كيف نسميه؟ مقام الشهيد أو رياض الفتح. رياض الفتح. إذن قال زميلكم أنه يقع في الجزائر العاصمة، أيضا هو نصب تذكاري، نصب تذكاري بني سنة 1982 عشية احتفال بالعيد العشرين للاستقلال. الآن السورة الموالية، السورة الموالية، نعم يا أميرة، تفضل. الآن ماذا تلاحظين في السورة؟ ألاحظ في السورة الأطفال أطفال والسيارة والشوارع والعلم الوطني. العلم الوطني هيو. الآن نقول الشوارع كيف تبدو؟ الشوارع، نعم يا جواد، مزينة بالإعلام الوطني. مزينة بالإعلام؟ من يصحح لها؟ مزينة بالأعلام الوطنية. كيف تبدو الشوارع؟ كيف تبدو الشوارع؟ ياسمين، قلنا أنها مزينة بالأعلام الوطنية، لكن كيف تبدو؟ كيف تبدو؟ كيف تبدو؟ نقية. تبدو نظيفة. الآن عبرنا عن تلك الصورة وهذه الصورة، قلنا أن الشوارع تبدو نظيفة، أيضا مزينة بالأعلام الوطنية. هؤلاء بما يحتفلون؟ بعيد الاستقلال. بعيد الاستقلال أو عيد الثورة. عيد الثورة، لأن الشوارع تتزين في المناسبات الوطنية، في مناسبات الوطنية مثل عيد الاستقلال أو عيد الثورة. شكرا لكم، شكرا يا أميرة.